انا اللي جايه هنا لان انا مرتاحه هنا بس، وبعدت عن كل حاجه سببت لي اذى نفسي. ناس كتير بتقول ان انا في دار ايتام. انا يا جماعه مش في دار ايتام، ان انا مش قادره، يعني انا مش قادره افضل قاعده في نفس المكان اللي تعرضت فيه للظلم وللحادثه وللتخلي عني ولكل حاجه. انا مش قادره افضل في نفس المنطقه للاسف. يوميا بقيت بصوت وبصرخ، يعني يوميا نفسيتي بجد تعبت جدا. حتى لما كنت باجي اروح عند الدكاتره وبعدي على نفس المكان بتاع حادثتي، كنت بلاقي نفسي مع تلقائي بقعد اصرخ واقعد اقول الحقوا عايزين يموتوني، والموضوع كانه عمل معايا زي فوبيا. هنا عند عم وطنط، قاعده هنا بكامل ارادتي. انا مش قاعده في دار ايتام، انا هنا بنزل وبترفه وبخرج وبروح جلساتي وكل حاجه تمام. انا لو دار ايتام مش عايش طبعا كل ده، وحتى بشارك معاكم على الانستجرام على طول الستوري بتاعتي ان انا خارجه ومع صحابي وكده.